اهلا دريك كيكرز، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك الفانيليا. الوصفه دي هي وصفه امي بس انا غيرت فيها شويه، زودت حاجات ونقصت حاجات. المقادير بالتفصيل ان شاء الله هتلاقوها على البلوج. تعالوا نبدا نشتغل. انا بحب قوي باتر كيك. هشتغل بزبده، في هنا زبده، والزبده دي بحراره الغرفه، الزبده اهي، ودي بدرجه حراره الغرفه يعني حوالي 25 درجه. المفروض لو انتي الزبده دي كانت في التلاجه هتخرجيها بدري قبل الشغل بساعتين، ونفس الوضع للبيض واللبن لو هما كانوا في التلاجه. الحاجات كلها تبقى بحراره الغرفه عشان كلهم يبقوا متوازنين مع بعض واحنا بنشتغل. عندك زبده، هنا في دقيق وملح وبيكنج باودر، سكر بودره، بيض مع فانيليا سايله، لبن. ابتدي اشتغل. الاول هضرب الزبده لغايه ما يبقى ملمسها ناعم خالص زي الكريم. هضرب بالبدال الكي وهستنى لغايه ما الزبده تبقى كريمه خالص قبل ما احط السكر. هنا الزبده بتاعتي بقت ناعمه خالص، قوامها واضح انه ناعم اهو وسايحه خالص ما فيهاش ولا كتل. دلوقتي اقدر ازود السكر. انا بحب اركب الغطا ده وانا بشتغل مع السكر عشان ما يعفرش علينا ويبهدل المطبخ كله. انا هضيف السكر، لو حابه تضيفيه مرحله مرحله اوكي، يعني شويه بشويه، انا بضيفه كله مش مشكله. دلوقتي بقى بعد ما الزبده بتاعتي بقت ناعمه خالص ودابت قوي مع السكر ووزنها بقى خفيف ولونها كمان بقى فاتح، هبتدي اضيف البيض بتاعي. بيضه بيضه، هحط بيضه واضرب واحط بيضه واضرب. الموضوع ده بيخلي مزج البيض مع الزبده والسكر احسن كتير. طبعا هنا واضح ان البيضه امتزجت تماما وما عادتش باينه اهي. هبتدي اضيف البيضه الثانيه. هنا هضيف البيضه الثالثه والاخيره. لازم في وسط الضرب ابتدي امسح البولة بتاعتي عشان اتأكد ان المكونات اللي فوق واللي تحت كلهم اختلطوا ببعض كويس قوي، لان الكي ميكسر احيانا ساعات ما بيوصلش لكل الزوايا بتاعت البول، فانا عايزة اتأكد ان كل حاجة اتقلبت كويس، فهقلبها بنفسي بالسباتي. بعد ما ضفنا البيضة التالتة المزيج بدأ يبقى شكله شوية جريني او يعني فيه حبيبات كده، لانه امتزاج السائل مع الكريمة بدأ يختلف شوية في القوام.
بس ما تقلقيش ده عادي هيختفي بعد كده كل ده. نرجع للبروكلي. خلاص كده تمام. هبتدي اضيف الدقيق بتاعي مع البيكنج باودر وذره الملح بالتدريج بالتبادل مع اللبن. يعني هبدا بالجاف وانهي بالجاف، يبقى هقسم الدقيق ده يا يعني اما على اتنين احط نصه وبعدين اخلط وبعدين احط اللبن وبعدين اخلط وبعدين احط نص دقيق، او اني اقسمه على ثلاثه. انا بحب اقسم الدقيق على ثلاثه، فهحط تلت دلوقتي، هحط تقريبا تلت الكميه وهخلط بالراحه بقى عشان ما اطلعش الدقيق عرق، وهحط نص السائل اللي هو اللبن. ممكن اللبن ده تستبدليه بعصير برتقال، او في ناس بتحط حاجات تانية مشروبات غازية صودا او كده، whatever you like. التلت التاني من الدقيق الخليط ده بيعمل لي صينيتين مقاس 20 سنتي او 8 انشز. الصينيه بيبقى ارتفاعها في حدود 5 سنتي بعد ما تستوي، احيانا بتبقى اعلى كمان حسب انت ضربتي الزبده صح ولا لا. هصب الخليط وهدخله فرن 180، بيقعد حوالي 40 45 دقيقه. بعد ما تطلع هنشوف هيبقى شكلها ازاي ان شاء الله. هنا بعد ما الكيك خرجت من الفرن سبتها تهدى حوالي تلت ساعة علشان ابتدي اخرجها من الصينية بتاعتها. هفك البان او الصينية، انا في الحقيقة بحب الصواني اللي بتتفتح دي لانها بتسهل علينا قوي ان احنا نفك الكيك منها. الكيك ملزقش خالص في الصينية، يعني حاجة لا تذكر، لان انا كنت مبطنها كويس. هنقلبها، طبعا هي لسه سخنة بس يعني انا قادرة اتحملها. بس فكتها وهفك ورق الزبدة من عليها. هرجع اقلبها تاني. زي ما احنا شايفين الكيك قد ايه طري وناعم، وبضغط عليه يرجع تاني، ده معناه انه استوى تمام.
هسيبه يبرد خالص لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل. بعد ما بيبرد أنا بلفه في كلين فيلم وأدخله التلاجة لمدة 3 4 ساعات عشان أقدر أشتغل عليه من غير ما يهري مني وأعرف أقسمه طبقات. أنا هنا كنت عاملة كيك درامز كمان مقاس صغير شوية وسبتهم يبردوا معاها. هنستخدم الكيك ده إن شاء الله في الحلقة الجاية نعمل بيه حاجات لطيفة. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو ولسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم أي استفسار خاص بالفيديو ما تترددوش. مستنياكم.